شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة. سيادة الرئيس أصدر الأمر بعملية نوعية لقصف مواقع داعش في ديرنا في ليبيا. لا إله إلا الله يا رجالة، زي ما هتروحوا كلكم هترجعوا إن شاء الله كلكم. اسمك المصري، علي المصري. تفتكر احنا عايزينك في ايه يا علي؟ دم المصريين خط أحمر، ده أكيد. ليه؟ تعالوا نقرأ مع بعض الخبر ونكلمكم عن فيلم السرب. أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرح فيلم السرب، وطبعا الفيلم ده إن شاء الله هيكون موجود في دور العرض أول مايو القادم بإذن الله. إيه حكاية الفيلم؟ الفيلم بيتناول بطولات القوات المسلحة المصرية في مواجهة الإرهاب، وطبعاً إحنا عارفين التحدي اللي كان موجود إزاي، وتحديداً جماعة داعش في ليبيا، وده كان خلال عام 2015، وطبعاً بعد واقعة استشهاد 21 مواطن مصري على أيادي الإرهابيين في ليبيا. طبعاً ده اللي خلاني أبدأ وأقول لكم دم المصريين خط أحمر، وهو نفسه اللي خلى صناع الفيلم يفكروا في إن هم يقدموا الفيلم ده.